السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ والولاد اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ اليوم جينا حنا امي سعديه ونجوى وعثمان وادم، جينا لمريسه. حنا قالت لك لالا سعديه تشهات الحوت ياك امي. وامي تلافتي قولي البنات شي حاجه والولاد معانا. معانا الغزالات والحبابات وزينة وحسن الحوت وزينا ناكلو والعقوبة ليكم. السعدية لاباس كديرة؟ لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ كديرة مع الصحة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك ربي يخليك. هاك تي لاباس عليك؟ الحمد لله. السلام عليكم، كديرة بخير؟ المشكله فين هو ادم؟ عاود ثاني نجوى ادم. يلا سير عندهم، سير عثمان يلا صوت حي مزيان اخويا. تبارك الله امي بغيتي لي واخا؟ بارك الله فيك لالا يخطيك. لا ما حاجه بخير عليك. امين امي انت طلع لي بهاد الساره واخا تجيب حدا تغطيها. نقول لك هضره الاخر. اه والله بعد من نقول لك هضره الاخر بحال ولدك هذا. اي معلوم، اي اي انسان جا لعندي اش كيوقع لي؟ كنتهلاو فيا. اييه لا عادي عادي بنيتها انا اللي عليا البنت عندي غير هي. انا عندي عندي جوج البنات يخليهم لك ربي. امين يا ربي العالمين. البنات راه خير من الاولاد. عندي كوثر وبيان. الله يخليهم لك الله يسهل عليك. امين اسعدك لك الرزق. امين. شد دعوات باش نشريهم حنا. الله توبة حمراء وتجيك قبل يكونوا البزازة غادي تحك بحال كروت ولا الناس يقول لك التومة مخيرتي. الناس يقول الناس أحسن طباخة في العائلة. شوف عام الحاج وي تتعالى عندنا تتعالى عندنا. انا راح يجيك ولدي ومتابعوني كلامك هو كبير. تفكرني نقول لك واحد الحاجه اخرى وتفكريني. نقول مزيان ولا مزيان؟ لا قول قولها. ايه عرفتي تشري تشريها ياك؟ ايه وغتبقى تشري ثومه ثومه وتخشيها في القلب. ايه تشريها وترقى ديالهم زيد عاود شد عسل مزيانة. أما كل أما الصباح 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 ماشي وحدة كاملة بزاف في قطعية عطي باش قطعة بالموسى الفرشاة كل عربية. قول حاجة مولاتي كل عربية عربية بارك وابو حطيه امي راهي الركاب اش نديروا لها حنا؟ نعم نديروا لها شي حاجه اخرى مزيانه. شنو هي الحاجه الاخرى؟ قلت البنات والولاد نانا هذا السيد والله حتى عجيب. هذا السيد عجيب انا راه ميته في الضحك. عجبني واش باغا تجري ولا شنو؟ باغا ديري الماراطون ولا حاجه؟ باغي باغي ترجعي الذكريات القديمة. قلت الله أكبر. هانك نحبسوا الفيديو دابا الآدم. أوكي. عرفتي تلوح عليا في الانستغرام؟ خير. هكذا. بسم الله عثمان. واش نفس المشكل عندي ديما معاه ديك الساعه ما تاكلهاش ماما.
عطي وحده لادم. اوكي شوف ادم كيفاش غياكلها، عندي معك نفس المشكل. شوي سنتر ولا مسادي ونزوا توين عطيت التوين هذا والتوين ولا كذب كيفاش توام توام؟ لا بسم الله ادم عندي بزاف وين سنتر عندي ادم وكوثر تبارك الله الله يخليهم لك. عطيت توام عندهم 12000 تبارك الله ربي يحفظهم ليك يا رب. امين عطيني انا وحيده غتزيد وحده اخرى عثمان عن الجامع وغسلها عن الجامع. اش بغيتي تغسلي امي؟ عنب هاولي مرغوب ايه حلو 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 قالوا الدراري قالوا الدراري دورو دورو قلب دورو صراحة حمقني هاد السيد مولي زويت خنا شاء الله عليه. بسم الله لا لا خطي مي سادية شوفي غادي نديهم الطوموبيل لا غنديهم ناكلهم فين ناكلهم؟ ها وين غنبركو ناكلهم كيف كتيا لا غنديهم الطوموبيل لا الطوموبيل ما غنخليو الطوموبيل لا غنمشيو ناكلو. مي سادية غادي ندخلو ناكلو الحوت حتى نخرجو بإذن الله وإن شاء الله نمشيو للدار وناكلوهم صافي. فين ناكلو هنا فين هنا شحال باغي نعيشو هاكا وليدي هاكا مي سادية عارضة عليا هي اللي مخلصة اليوم ياك انت يا ديالي وانا ليك انت ليا وانا ليك مدسراها واحد 300 درهم سخنة لا جيبة مدسراها لهلا يخطيك خويا شكرا بزاف الله يخلف يلا امي خذي الراية خذي وخذي هذا الليلة هيدي ايدك هيدي وسخة ايدك الحمار لا خذي ما جيناش ها
شنو هادي مخليتوها الناوية يجيبو نجوى عثمان أدل نعم نتفوز مع البحر يا اخي. شكون هو اللي ساكن هنا؟ ما عادي نتفوز مع البحر. نوضة آدم أول تحت نوضة آدم ريح 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 لا ريح 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 لا ريح 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 مرة خلاص لا عندك طيح دي اسبانيا كيفاش بالفلوكات ما فهمتكش كلشي قلت لك نحوقو ميسا دي اسبانيا بالفلوكات لا منيتك نجوى اجي تسمعت مع هذا باش مع هذا قال لي ماما شوف الفلوكات نجي نجيبو ميسا دي نحرقوها لاسبانيا ولا انا كيقول لي نشوف الفلوكه انا ريت سمعك ميسا دي نجوى أمي السعدية دايرين بين الناس عام لاش كتقول لهم خلينا أمي السعدية جالسة في الكراسة قالت لك خليوني هنا وسيرو لا لا راها بوحدة بلاتي نزومي ليكم ها هو الزيف الصفر ديالها كاسة كان واحد عاوج شو أمي السعدية جالسة بوحديتها اي اي يلا سيروا قدامي شويه ولا طيحوا كاين الخز داك حجانتي يا ماما هي يلا سيروا ماما اجي اهلا شنو هو شنو غادي راه شفتهم ان شاء الله يلا سيروا بابا جا عندنا حب الدم يبغى يجبد لينا سلطاعون قال لي كيخافوا مني السلطاعونات التالت هادشي علاش لا بابا لا أمي أمي مالك حبيبك صافي قولي ادم انت تشوفي ادم بعد من عيقتي ادم ادم مي امي مي مي لا نالي الشيطان مي انا غير كيضحك معاك لا صافي 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 صافي
مدام مالك معاهم؟ ولد كنت كتحك مع دوك امي غير بغا يضحك معاك امي. هذا هو ولده يريح ولدي منه من برا هتايا المنابة الفروتة الحوت المهيلة الشابل الراية كل شيء كاين والحمد لله وفرحوا بينا الدراري وزعدوا بينا داروا علينا اللي ما يدارش وقال لك عابك ما تخبريش انت يا امي تهديا جي انت وانتك في لبغى الله قجيتو بعاد وقال لك تغديري. والله ما ملقيت ما نقول لكم دايزين من هنا امي سعديه شمات ريحه الحلوى قالت لي والو دخليني عند سمية ناكل عندها الحلوى عند حلويات لمياء لقاتهم شنو ما شنو لقاتهم كيصوبوا الحلوى قالت لك والله حتى ندير يدي في هذا الحلوى. المهم الناس ديال سيدي معروف نتمنى هذه الحلوى تعجبوكم وتجيو تقداو من عندهم. قالت لك لا السعديه غندخل نشرب الحريره ونصوب وناكل حليوه حتى صدقات كتكور الحلوه. يلا دابا فكوا معايا البنات والولاد هانتوما انا لا سعاد وهاد الحداقه اختي دابا ديريها لي خلي لك الجهد باش نصوبوا حليوتنا حتى حنا في الدار. لا نصوبوا امامنا خليها تعاوني ساره. اسماء كبيره اش خبارك؟ اللهم لك الحمد. اش كتعاودي؟ اللهم لك الحمد. هيا البنات والولاد اسماء اللي سولتوني عليها وقلتوا تبارك الله على اسماء وعجباتكم وبقيتوا كتسولوا عليها بزاف المرات. عرفتي اسماء سولوا على الرقم ديالكم ديال المحل. اللي بغى الرقم مرحبا عطيه لي ساره اللي جا عندنا مرحبا بي. مرحبا يا اختي امي السعديه قالت لي هاد الحليوه ديري لها القرن في القرنفله كنت غنديرها على شكل الشبوند قالت لي لا اش غندير امي السعديه هاد الحلوه حلوة زمان وريحه والعجينه شنو غندير فيها امي السعديه شنو ندير في العجينه هادي شنو منين هاد البارحه حتى ما غنديرش غادي حتى خرج هذا ما كنديرش هذا ما فاتك غير ايه هذا لا والله بيتي هذا شريف حليب وتخوي وتاكلي كتجي ديك الغراب ديك الحلوه الغراب اي كتجي زوينه كنتي كديري هاد الصبيليه راه عيد حلوه الغراب
وانا خفت شريف الرب حليبه نشريوه اسماء عندها وليد غادي ناخذوا لها الله يكبروا في عزها ان شاء الله حياتك خليك وليداتك صارخ اسماء جاب ليها الله واحد الوليد جابوا لها الله حتى عندها كما كتقول يا بركه الله يخلي ليها بقى كتشرب لي تشربوا الحليب امي سعدي غتجيب لك الحليب ونعطيوك الحليب وناخذوا الحك يا امي انا نشرب الحليب وتخوي الحليب وعاد الحك تقليبي امي كامل ترى ولكن شكون غيشري الحليب أتنا؟ شكون اللي يشري الحليب؟ هادي انا اللي غنشري الحليب لا امي سعدي اللي تشري لا لا انا ويلي مالي الحليب كانت كتولي امي سعدي انت اللي تشري الحليب لا ما نشريك اخر يا ويا بحرا بدي تقاودي راك نشري وكي هزك الماء وضربك الضوء ياك حبيبي هذا هي هذه هي الخريجه اللي خرجتك وتقولي الله يخلي لي بنتي وعاجباني بنتي عاجباني وعاجباني أباتي قد هذا تمام تكن جنات خليم حيدة بوحيدة أول مرات الله حيدة بوحيدة قالت لي خرجي حتى هادو مساكن وحيدة بوحيدة وحيدة بوحيدة تخلصي عليهم ونخرجهم أوي قبل ما تخلص عليهم ما لا غير خلص عليهم إيوا تبارك الله عليك أم السعدية تبارك الله عليك هاد الحليوه دابا غنديرو فيها غير القرنفله صافي نبيعوها ب 40 درهم ام السعديه نجيب الخنزه وهي بقات تزيد ديريو ولا تقبل شحال نبيع ام السعديه شكون هي هاد الحلوه شحال غنبيعها انتيا نقدر نقول لك انا شحال غادي نبيعها تقريبا انا انتيا اللي عارفه بيع نضربو نتي دورو نضربو نتي دورو مال مليتي ليكو صافي الله يخليك ام السعديه الله يجعل ربي يحفظك كملتي معايا هاد الحلوه هادي الله توما عرفتي اسماء كنا دايزين قالت لك بغات تجي من هذا كنا خارجين المريصه قالت لك بغات تشرب عندكم الحريره وشمات ريحه الحلوه ملي دخلات ضربات لصقات ما بقات بغات تخرج ورا الموهبه ديالها حتى هي راه تبارك الله عندها البنات داخله باش تشرب الحريره ها دابا يتقرمص انا راه دارت الحريره ما عرفتش شنو دابا كيران ندير لك تشوف الحريره ايوا ديري هي ام السعد وعيطي نشربها والله الا حيت لك ملي كتم فرق ما هي وقالت لي ما كاينش صافي قالت لي ما كاين والله العظيم صافي ولينا كندخل الحمص صافي صافي دابا نرجعوا لام السعدية هذه نديروا لها القرنفلة صافي ونبيعوها للكليان شدوا بها انا راه مصيبة الحلوة ضري ام السعدية شوفي الحلاوة اللي مصيبة ضري ام السعدية شوفي الحلوة اللي صوبت لها الله يحفظها صارت تبارك الله الناس ديال الناس ديال كتصوصر بارك الله فيك الناس ديال سيدي معروف نتمنى في هاد العيد يجيو تفرحوا هاد الناس وتقداو من عندهم صراحه عندهم حليوه ديال الدار والمقادير فيها متقونه ونتمنىها تعجبكم وتشريو تشريو فاللي مالا ما تطلعوش عند هاد الناس كاينين في سيدي معروف حدا الطاكسيات بوسكوره يعجبكم الحال ان شاء الله واللي بغى الرقم يخلي لي في الكومونتير نثبتوا لكم في اول تعليق نتمنى ديال الدار ما يزيد نلقى خبز الدار ما هو بحال خبز الدار نتمنى وصلنا لنهاية ديال الفيديو نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ما تنساوش لايك الفيديو بارطاج تبارطاجي وخليها ادام هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم شكرا للناس الجداد معنا مرحبا بكم تابونوا عندنا وتفعلوا الجرس بارك الله فيك اسماء العلي خطيك الله يكبر بك اسماء بغات تقول لكم شي كلمه مرحبا بكم كاملين خصاتو شي حاجه ديال الدار ماشي ديال الزنقه حاجه نقيه مرحبا بكم كاملين الدار ميت حويل الزنقه حلوه الدار حلوه الدار دايرين العيال اللي بعقولهم ميت الدريات ولا البروتات مرحبا بكم في حلويات اسماء وسميه شكرا لك بزاف على خطيك